ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة يا رب دائما في أحسن حال. مرة أخرى يا جماعة علينا الالتزام التام باتخاذ واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية طوال اليوم. شفانا الله وعافانا، وإن شاء الله هذه المحنة تعدي على كل خير بالتزامنا في المقام الأول. تعالوا مع بعض نبدأ أول فقراتنا، نطمن على الحالة المرية، ومعنا على الهاتف الأستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرية بالإذاعة المصرية. أستاذ محمد تحياتي ليك وصباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير يا استاذ عاصم، يوم طيب لحضرتك ويوم طيب للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اخبار الحاله المروريه على كافه الشوارع والطرق الرئيسيه مع البدايه الفعليه الاسبوع النهارده الاحد يا فندم ايه؟ يمكن طبعا في البدايه خلينا برضو نطمنك ونطمن الساده المشاهدين عن الحركه المروريه منذ ان بدات فتره الذروه الصباحيه، وانها على وشك وصول الدقائق القادمه ان شاء الله على وشك الانتهاء. يمكن طبعا في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور في حالة وجود أي تقلبات في الأحوال الجوية أو سوء أحوال جوية بيتم تطبيق وتفعيل هذه الخطة. يمكن بالفعل برضو احنا حابين برضو نطمن السادة المشاهدين ان كان عندنا عدد من الطرق كان مغلق أمام الحركة المرورية نتيجة سوء الأحوال الجوية. صحيح. وفي بالضبط، يمكن برضو من أبرز هذه الطرق اللي ما زالت حتى الآن مغلقة أمام الحركة المرورية هو طريق القصير اتجاه قفط، وكذلك ايضا طريق القصير اتجاه سفاجة، ده لوجود سيول في هذه المنطقة. اما ما زال حتى الان طريق اسيوط الغربي من الكيلو 95 حتى كمين الروس مغلق امام الحركة المرورية نتيجة ان وجود شبورة كثيفة على هذا الطريق. تم تفعيل خط الاغاثة 012-23-4-0 نعم. الاستفسار عن الحركة المرية وفي حالة وجود أي أعطال أو حوادث جسيمة لا قدر الله بيرجى الاتصال. ده رقم التدخل يا فندم، لو أي حد لا قدر الله مواجهته أي مشكلة على الطريق يكلمه يا أستاذ محمد، صح كده؟ بالظبط كده، المتعلق بالإدارة العامة للمرور. بالظبط كده. يمكن برضو من ضمن هذه الخطة وتفعيل خطة الإدارة العامة للمرور بإشراف السيد اللواء محمود عبد الرازق مساعد أول وزير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية على كافة الطرق لسرعة استجابة للسادة المواطنين في حالة وجود أي أعطال، وتسيير الحركة المرورية واستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة الصباحية حتى تنتهي أيضا فترة الذروة الصباحية. أما بالنسبة يمكن للحركة المرورية بصفة عامة، كانت معدلات السير النهاردة بتتراوح ما بين 60-65% داخل المحافظات. الوجه البحري جمعها النهارده كانت الحركه المريه مرضيه، وايضا محافظات الوجه الابلي الحركه المريه الداخليه فيها بتعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. اما بالنسبه لقطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره الكبرى، يمكن زي ما حضرتك عارف والساده المشاهدين عارفين ان عندنا اعمال توسعه وتطوير اعلى قطاعات الطرق الدائريه تسيرا على الساده المواطنين خلال الفتره القادمه. من ابرز هذه الاماكن هو بتقابلنا بعض الاحجام النهارده كل من معدلاتها اعلى منطقه السلام اللي خارج دلوقتي من نفق السلام ومتجه لمناطق المرج، كذلك ايضا بعض الاحجام المعتاده معانا نتيجه الاعمال اعلى مناطق البساتين ودار السلام المتجه لمنزل استراد محور 26 يوليو. تمام. الحركه المروريه فيه مربيه تماما. محاور الداخليه النهارده داخل محافظه الجيزه جامعها النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وسط انتشار الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه لمرور الجيزه برئاسه اللواء محمد عامر مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، اللي وجه بنشر الخدمات المروريه على مناطق الحدوديه ما بين محافظه الجيزه والمحافظات المجاوره استيعاب اكبر قدر حركه سيارات حتى تنتهي فتره الذروه الصباحيه. اما بالنسبه لمحافظه القاهره هنبعد عن اعلى كوبري الحدائق من سكه الوادي ونزل على مناطق الفنجري ومدينه نصر، هتقابلنا بعض الاحجام. ممكن نستخدم النهارده شارع مصر السودان افضل حالا، محور تطوير الفردوس في صلاح سالم بعض الاحجام نتيجه الاعمال، ممكن نستخدم محور النصر افضل حالا، اعلى كوبري حميه الزيتون اللي جاي من المطريه ومتجه لجسر السويس ومصر الجديده بعض الاحجام، هيفضل النهارده سلوك منطقه ميدان السواح وكوبري سراي القبه ونخرج منه على مناطق روكسي وجسر السويس هيكون افضل حالا ومصر الجديده. الكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه جمعها النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي.
تمام استاذ محمد، يمكن حضرتك النهارده هتكلمنا عن تطوير وحده التراخيص بمرور حدائق الاهرام. الحقيقه وحده مرور حدائق الاهرام من الوحدات اللي النموذجيه اللي شهدت تطوير منذ تدشينها وانشائها، واعتقد لما يكون في تطوير مستمر ده بيؤكد حرص الاداره العامه للمرور وقبلها وزاره الداخليه في التيسير على الساده المواطنين وتحديدا اللي يعني ليهم امور متعلقه بالتراخيص. فكلمنا يا فندم ايه التطوير اللي حصل في الوحده بشكل عام وتحديدا وحده تراخيص مرور حدائق الاهرام يا فندم؟ يمكن طبعا في البدايه زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ونوهت استاذ عاصم، بالفعل طبعا في اطار وزاره الداخليه واطار المنظومه الامنيه اللي بتقدمها الوزاره للتسهيلات والتسهيلات للساده المواطنين بناء على توجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخليه، بعمل او تطوير وحدات التراخيص باحدث التقنيات الحديثه. النهارده هنتكلم على وحده تراخيص مرور حدائق الاهرام المطوره باشراف المقدم تامر الحلو رئيس وحده تراخيص مرور حدائق الاهرام، دي من ضمن 14 وحده تراخيص مرور بالجيزه برئاسه السيد اللواء محمد عامر مدير الاداره العامه لمرور الجيزه اللي بيتفقد كافه وحدات الترخيص يوميا للتاكد من سير تقديم الخدمات للساده المواطنين، وايضا مراجعه كافه الاشتراطات والاجراءات الاحترازيه اثناء التعامل داخل الوحده وكافه الوحدات، والزام كافه المترددين على ارتداء الكمامه والتاكيد على مسافات التباعد بين المواطنين والتعقيم قبل وبعد اوقات العمل الرسميه. دي هذه الوحده تحديدا بتشمل مناطق حدائق الاهرام وجزء من اخر شارع فيصل وجزء ايضا من شارع الهرم وجزء من منطقه العمرانيه. داخل هذه الوحده او ايضا فيها 16 شباك لاستكمال الدوره المستنديه، بتعمل بنظام الترقيم الالي، مكان مخصص لكبار السن ذوي الاحتياجات الخاصه، بتشمل على ساحه متطوره لفحص السيارات، وداخل الوحده ايضا نيابه لاستخراج كافه المخالفات. ايضا بيشرف على استخراج وتجديد رخص القياده السيد الرائد وليد جمال الدين. صحيح. دي تعتبر من ضمن تطوير الوحدات الترخيص على دلوقتي طارق مرزوق مساعد اول وزير مدير امن الجيزه، اللي وجه لتقديم وتبسيط الاجراءات وحصول المواطنين على خدمه في اسرع وقت مع تحديث اساليب التفاعل والتعامل اليومي مع المواطنين. ويمكن ده طبعا في اطار استراتيجيه وزاره الداخليه اللي بتهدف محاورها الى تقديم كافه الخدمات الجماليه باحدث التقنيات للساده المواطنين. استاذ محمد، يمكن الرائد وليد جمال قرانا برضو عنه الحقيقه على مواقع التواصل الاجتماعي، الراجل ده محترم وليه دور كبير جدا وتحديدا في التعامل الامثل مع المواطنين وخاصه كبار السن، وده نموذج مشرف لابطال وزاره الداخليه اللي هم مش بس موجودين في الاداره العامه ولكن في كافه الادارات بالوزاره. فتحيه اجلال وتقدير حقيقه لكل ابطالنا ابطال وزاره الداخليه على الدور الكبير اللي بيأدوه تجاه وطنهم. بشكرك جدا استاذ محمد صابر محرر الشؤون المريه بالاذاعه المصريه اللي طلعنا بشكل مفصل على الحاله المريه النهارده، وايضا كمان على تطوير وحده تراخيص مرور حدائق الاهرام. نتمنى كمان من الساده المواطنين ان يلتزموا بالقواعد المروريه. عايز اقول لحضراتكم للاسف هناك بعض التجاوزات والانخراطات من قبل الناس اللي هي للاسف يعني بتبقى كده بتسوق بشكل متهور وبشكل مش لطيف، وبتعرض مش بس حياتها للخطر ولكن كمان حياه الناس اللي بتقود السيارات جنبها. نتمنى رب ان احنا كلنا نكون حريصين على حياتنا واحنا بنقود السيارات وتحديدا على الطرق السريعه، وفي نفس الوقت نخاف على الارواح اللي معانا.